في سلمان الجوية في الرياض؟ وهي مشاهد الخير والوحدة والعز والمجد والفخر تتوالى من خلال شاشة قناة السعودية، وطائرة تلو الأخرى تصل إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، حيث حطت الآن طائرة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مقلة للوفد الإماراتي المشارك في القمة الخليجية 39 في الرياض. ولعل من نافلة القول إن الإمارات والمملكة صنوان متحدان في العسر واليسر والمنشط والمكره، حضورهم لافت واتحادهم يدرس، ونموذج بين البلدين الشقيقين يحتذى في العلاقات المتميزة والمتجذرة. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت حاضرة وفاعلة ومؤثرة في القرار الخليجي الموحد، وقد استضافت من قبل 6 قمم خليجية، بل إن أولى قمم الخير كانت على أرضها المباركة في عاصمتها أبوظبي عام 1981 للميلاد. تلك القمة التي دشنت قمم الخير وكانت باكورة هذا المجلس المبارك. المبادرات كثيرة ومميزة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويحق لنا أن نطلق عليها مبادرات العزم، والتي كانت شاملة لشتى المناحي والمجالات والميادين. ولعل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالأمس القريب إلى الإمارات العربية المتحدة تعتبر لبنة جديدة في بناء الخير والقوة والاتحاد بين البلدين الشقيقين. ومن مبادرات العزم بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك على سبيل المثال للحصر، أنها شملت الكثير من المحاور الاقتصادية والبشرية والمعرفية وكذلك السياسية والأمنية والعسكرية. من أبرزها إطلاق رؤية وهوية سياحية مشتركة، وكذلك إطلاق استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، وبين البلدين كذلك منظومة أمن إمدادات مشتركة، وتعاون في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني. وتم كذلك إنشاء مركز للبحوث لتطوير وتوطين تقنيات التحلية، وإنشاء صندوق استثماري في قطاع الطاقة المتجددة.
وتأسيس منظومة التعليم الرقمية وتعزيز الابتكار في التعليم التقني. هذه بعض مبادرات العزم بين السعودية والإمارات. والإمارات العربية المتحدة أيها الإخوة والأخوات أنموذج متكامل، بل يعتبر النموذج الأمثل والأكمل والأجمل للاتحاد. بالأمس وقبل أسبوع احتفلنا سوية نحن وأشقاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 47 لتأسيس الاتحاد المبارك، وفرحتنا كانت كبيرة بهذا اليوم الوطني، وكانت أفراحنا واحدة كما احتفلوا بيومنا الوطني. نحتفل دائما وأبدا بإذن الله تعالى بأيامهم الوطنية، والمسرات والأفراح تحف هذا البلد المعطاء، بلد الخير، الإمارات العربية المتحدة. طائرة الوفد الإماراتي تستقر الآن في مدرج مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة الرياض بانتظار نزول الوفد الإماراتي ومشاركته مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع المبارك، قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 39. الزيارات بين مسؤولي البلدين عديدة، والعلاقات عميقة، والمحبة متجذرة. نراهن على هذه العلاقة ونعول عليها كثيرا في استتباب أمن الخليج والأمن العربي كذلك، فالإمارات والسعودية رقمان صعبان في المعادلة الإقليمية، يشتركان في كثير من التحالفات، ولعل من أبرزها تحالف دعم الشرعية في اليمن الشقيق. الذي سيؤتي ثماره بإذن الله تعالى قريبا. ولعل المفاوضات الأخيرة التي تعقد في السويد الآن بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية ووفد الميليشيا الحوثية هو نتيجة حتمية لهذا التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث تنصب الجهود الآن لمحاولة الخروج من هذه الاجتماعات والمفاوضات في السويد بقرارات ونتائج إيجابية تخدم المواطن اليمني الشقيق وتخرج بإذن الله تعالى بقرارات نسأل الله تعالى أن تكون بلسم شفاء لجراحه التي ساهم بها المغرضون والأعداء، ولكن هبت هذه الدولتان المملكة والإمارات في سبيل إنقاذ المواطن اليمني. بدأت بعاصفة الحزم وبعدها توالت من خلال إعادة الأمل. نسأل الله تعالى لهذه القمة وللإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث نلحظ هذا المشهد الذي يثلج الصدر وهذا العناق بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الذي يرأس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى القمة 39 في العاصمة الرياض. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وضيفه الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتوجهان الآن إلى صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، وبعدها سيتوجه الضيف الكبير إلى قصر الدرعية للمؤتمرات بانتظار استكمال وصول الوفود لبدء القمة الخليجية 39 هناك في قصر الدرعية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي يصافح مستقبليه وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله يقف بجانبه كما يقف على كل صغيرة وكبيرة تهم هذا المجلس ومواطنيه. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجمع الأشقاء الخليجيين على الخير والمحبة ويكلل جهودهم ويعينهم في الوصول بإذن الله تعالى إلى شكل تكاملي في القرارات والنتائج المرجوة من هذا المجلس الموقر. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه، نراهن على حكمته وقوته ورؤيته الثاقبة، فهو قادر بإذن الله تعالى مع أشقائه قادة دول الخليج على إعادة رسم توجهات المجلس الحالية لتتوازن بين المبادئ والمصالح وتنفرد في مهمة حضور مع العالم ليعبر عن موقفه بصيغة المجموع ويتصدى للتهديدات بجبهة خليجية موحدة في الداخل ومصالح اقتصادية تصطف حتما مع من يخدمها ويستجيب لها. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وضيفه الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في حديث باسم في صالة التشريفات في قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة الرياض، وبعد لحظات سيتوجه ضيف المملكة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة الخليجية 39 يتوجه بعد لحظات إلى قصر الدرعية للمؤتمرات بانتظار وصول أشقائه قادة دول المجلس لبدء الجلسة الافتتاحية
لهذه القمة المباركة. أيها الإخوة والأخوات في الوطن الخليجي الكبير، لا شك أن مجلس التعاون استطاع منذ نشأته وبحكمة وتعاون قادته أن يبلور صورة نموذجية عن دول الخليج أمام العالم. هذه الصورة قائمة على الوحدة والمواطنة والقوانين والأنظمة الموحدة والمواقف المتسقة والمنسجمة والمؤسسات الخليجية ذات الصبغة المشتركة ووحدة الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري والتجانس في القيم والهوية. هذه الوحدة وهذا الكيان المميز حقق مثالا حيا للوحدة العربية الإقليمية التي لم تتحقق على المستوى العربي الشامل لدول المنطقة. فنحن أمام مصير مشترك، وأهداف مشتركة، ورؤى متحدة، أيها الإخوة والأخوات، نحن في عالم لا يعترف إلا بالتكتلات القوية، ومجلس التعاون الخليجي أثبت على مدى 4 عقود أنه تكتل سياسي شديد الأهمية لأمن منطقة الشرق الأوسط.